مباريات تنتهي في الأشواط الأصلية وبعضها في الإضافي، لكن ركلات الترجيح صعبة يا عيسى. أريد أخبرك عن قصة غريبة تخص اليورو وضربات الترجيح. خبرني عنها. في 1976 مدرب تشيكوسلوفاكيا فاكلاف يدزك كان يريد يجهز اللاعبين لاتضارات الترجيح بطريقة مختلفة. كان يجيب الجمهور في التدريبات وتخيل كل الجمهور اشتم ونرفز اضغط اللاعبين. معقولة يجيب ناس يشتمون لاعبين الفريق؟ وزيدك من الشعر بيت. في النهاية يقابل ألمانيا، ومثل ما توقع وصل لضربات الترجيح، وبسبب هذه الطريقة وبسبب أن الجمهور كان يضغط اللاعبين ويشتمهم وينرفزهم، كانوا لاعبين تشيكوسلوفاكيا هادين، فازوا بالبطولة. يا سلام، يتعامل بشكل غريب لكنه حصل على لقب البطولة.